نروح على قرية أبو نشابة في مركز السادات في المنوفية. خلينا نشوف ست مصرية من الستات المصريين الجدعان، اسمها سارة زهران. السيدة سارة قررت إن هي ترشح نفسها على منصب عمدة القرية، وبتقول إن هي حتى يعني لو كانت لسه في بعض الناس في القرية لسه عندهم بعض الأفكار التقليدية، يعني اللي بتقول انه المنصب ده هو حكر فقط على الرجال، لكن هي عايزه تغير الفكر ده. اعتقد ان احنا مساء دي امسيه كنا عاملين حلقه من المنيا، كانت اعتقد في 2018، وكان معانا عمده في الوقت ده، كانت الدايره اسمها ايه؟ دايره كانت اسمها نشوة، أيوة كانت العمدة نشوة وقتها، كانت نفس القصة بالظبط، وكانت في المنيا، وده كان في قلب الصعيد، وقررت إن هي تترشح على منصب العمدة وكسبت. وشفت ساعتها وقتها إزاي أهل البلد كلهم بيحترموها، وهي اللي فرضت نفسها على هذا المنصب ونجحت فيه بشكل كبير. خلينا نشوف العمدة الجديد في المنوفية، ونشوف كمان إزاي هتتغلب على بعض الأفكار القديمة. هنا في قرية أبو نشابة مركز السادات محافظة المنوفية، بخطوات واثقة ونظرات ثابتة على هدفها، بتمشي وسط أهلها وناسها اللي بيشجعوها في كل مكان. الدكتورة سارة زهران أول مرشح لمنصب عمدة في محافظة المنوفية. أيوة أنا قررت أترشح وأكون عمدة القرية، كانت أولها من إلهام من كلام فخامة الرئيس وتوجهاته، تمكين المرأة وتمكين الشباب والجمهورية الجديدة وإزاي إحنا عايزين نبدأ وكده. قلت بقى يبقى لازم أنا كمان يبقى لي دور، وأول دور اللي هي يكون من قريتي ومن بلدي من هنا، عشان كده قررت إن أنا أترشح. إن شاء الله هشتغل على ملف التعليم، ملف الصحة، ملف التوعية بزواج القاصرات، بالعنف ضد المرأة، بالمساواة ما بين الجنسين، البنت زي الولد مش كمية عدد، لا البنت تقدر. الحمد لله في ناس كتير في القرية بتدعمني، تقولوا لي سيري على بركة الله. عاوزين في بلدنا عمدة ست ورجالتنا موافقين. شخصية زي الدكتورة سارة إنسانة محترمة، وإنسانة أنا شايفها إن هي تخدم البلد، لا هي سبة ولا هي شتيمة إن العمدة تكون واحدة ست. في أصوات سلبية طبعاً مش متقبلة للفكرة، بتقول لي البلاد التانية هتعيرنا بيكي. أنا بحلم إن أكون أول عمدة لقرية أبو نشابة مركز السادات محافظة المنوفية، وأشرفهم وأحل مشاكلهم، وبعد كده مش هيبقى معايرة، بالعكس هيتشرفوا بيا في أي مكان. لسارة ثلاث إخوات شباب، وفيهم اللي أكبر منها سنا، ورغم كده هم أكبر داعمين ليها وشايفين إنها الأصلح للمنصب وبجدارة. أنا اللي قدمت لها ورقها بنفسي في آخر لحظة قبل ما أقفل باب الترشيح، لإيماني بقدراتها، بعلمها، بفكرها إنها ممكن تقدم شيء جديد. كلنا داعمين ليها بكل ما أوتي لنا من قوة. اقتنعت لأن أنا عارفة إن هي تقدر، هي تقدر قوي 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 يعني، وهي شجيعة وهي عايزة تخدم البلد ومن صغرها مش من دلوقتي، وهي نفسها تخدم البلد. سارة حاصلة على دكتوراه في التخطيط والسياسة الاجتماعية، ومن أهدافها تطبيق كل اللي درسته عشان تحقق فرق على الأرض، بدايته تحطيم الصورة النمطية عن العمدة وإثبات إن المرأة المصرية قادرة وبقوة. والد الله يرحمه وربانا دايما على إن بنت زي الولد، كنا دايما بنقعد مع بعض بعد العشاء وناخد قرارات مهمة في حياتنا، كان دايما يقول القرار الصح هو اللي هيمشي، سواء كان بنت سواء كان ولد، المهم القرار الصح هو اللي يمشي. هدير جميل، مساء ديمسي. إن شاء الله يا حضرة العمدة سارة، قرية أبو نشابة هتبقى فخر القرى في المنوفية، بالعكس محدش هيعاير القرية، هتبقى هي فخر القرى في المحافظة كلها، وإن شاء الله نبارك لك قريبا على هذا المنصب اللي انت عارفة هتعملي فيه إيه إن شاء الله.